هعمل معاكم مبخرة تحفة بالعلبة الصفيح بتاعت الصلصة ومجموعة من الكور الخشب، وهنستخدم برضو عيداني شيش طاووق. هاخد 3 منهم وهبتدي ان انا ادخل فيهم الكور الخشب زي ما انت شايفينها كده، ولو الكور الخشب بتاعتنا اصغر من كده ممكن نستخدم واحدة بس. هنحطهم كده واحدة ورا واحدة لحد ما نوصل لطول العلبة. هي تقريبا اخدت مني 6 كور، وبعد كده هنقص كل الزيادات اللي فوق دي، وده هيكون الشكل بتاعها في الاخر. هعمل منهم مجموعة وهجيب لزق التب بتاع الدهانات اللي هو بيبقى عند الموان، وهبتدي ان انا الفه على العلبة الصفيح كلها بحيث ان هو يكون شكله حلو ويدارك كل الحاجات اللي لونها احمر تحت دي، وفي نفس الوقت اللزق الشمع يلزق عليه كويس. ممكن كمان لو احنا مش عندنا شمع نستبدله بالدبل فيس. هبتدي ان انا احط شمع كده وارصهم واحده ورا واحده كلهم جنب بعض زي ما انتوا شايفينهم كده. انا كده خلصتها كلها، وهجيب المصفه بتاعه الحوض. لو انتوا عايزين تسيبوها كده او ممكن ترشوها سبراي ذهبي زي ما تحبوا، بس انا حبيت ان انا ارشها. دي طبعا للفحم او عيدان البخور. وبتطريز النص لولي هبتدي ان انا احطه كده فوق علشان اداري الحاجات اللي باينه من فوق دي كلها، وطبعا هنثبتها بالشمع كويس جدا. كده خلصتها كلها، بصراحه شكلها حلو عجبتني قوي، وما تقلقوش خالص النار مش هتمسك فيها لان الفحم بيكون محدود في المصفى الصغيره.